تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل، شكرا على المتابعة. سعد لطيف المكي وزير سابق وقيادي مستقيل من حركة النهضة، مرحبا بك. وبيكم كل السادة المستمعين، شكرا لك. أول مرة جي بحضينا في 90 دقيقة وأنت مستقيل من حركة النهضة، دونك نرجع مباشرة على الاستقالة. لو كان نشوفوا لو باركور لهنا بحضينا سعد لطيف، استقبلناك العديد من المرات وفي كل مرة كنا نرجع على تقلقات أن سارتان ماليز اللي موجود من عندك داخل حركة النهضة، نتذكروا الرسائل، البيانات إلى غير ذلك. ثم الاستقالة جاءت بعد 25 جويلية، جاءت بعد محاولات لحلحلة الأزمة وإلى غير ذلك. شنو الكونكلوزيون، ما هي الخلاصة سلمكي من تجربتك في حركة النهضة ومع راشد الغنوشي بالأساس كرئيس لحركة النهضة؟ هو أنه الإنسان يكون صادق مع نفسه، معناها أنه كان ثم أداء للواجب، تفكير مستقل، عطاء مع كل الإخوة والأخوات، ولكن عندما تبين أنه ما عادش ممكن أي إصلاح وما عادش ممكن أي تقويم، خاصة بالوصول إلى 25 جويلية، لا كإجراءات رئيس الدولة فقط بل كذلك الانطباع الشعبي تجاه الطبقة السياسية تجاه حركة النهضة. أنت تعتبر راشد الغنوشي مسؤول على ما حصل في 25 جويلية، على وصول تونس ل 25 جويلية اللي أنت تسميه انقلاب، تعتبر أنه راشد الغنوشي مسؤول؟ ثم خمسة أو ستة أشخاص يتحملوا المسؤولية الأولى. راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية، عبير موسي، وبعض النواب الآخرين اللي رذلوا البرلمان، رفضوا أي عملية حوار هادئ رغم توسط الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إصلاحات تكون في مناخ من الهدوء ومن تواصل الدولة ومن مدنية العملية السياسية، فهم مسؤولين. أخطاء راشد الغنوشي ساهمت في فرش السجاد الأحمر لهذا الانقلاب اللي احنا ماناش قابلين به، ولكن لازمنا نفسر الأمور بكل موضوعية. ولذلك حاولنا الإصلاح من داخل النهضة بعد ما وصلنا إلى 25 جويلية كإجراءات رئيس الجمهورية وكانطباع شعبي على الطبقة السياسية وعلى حركة النهضة، قلنا لابد من اتخاذ إجراءات. هنا وصلنا للزنقة، لابد من اتخاذ إجراءات على المستوى القيادي لحركة النهضة في المدى القريب، تنسحب هذه القيادة وتعوض بقيادة تقول للشعب التونسي أن استوعبنا الدرس. فقال راشد الغنوشي لا، رفض. وعلى مستوى متوسط اللي هو عقد المؤتمر متاع النهضة في أجل معقول، الزوز هذو ما تم رفض، إضافة لمراكمة المسار متاعنا اللي هو مسار نقدي، يصبح غير ذي معنى الاستمرار تحت قيادة تحت هذه القيادة. به سلمكي، قلت الانقلاب احنا ماناش قابلين به، وانتوما اللي تتهموه انه قام بهذا الانقلاب هو رئيس الجمهورية قيس سعيد. قيس سعيد ايضا على ما يبدو ما هوش قابل بكم، من قبل نعرفوا أنه لا يتحدث مع راشد الغنوشي، لا يتحدث مع حركة النهضة. وأكثر من هذا، اليوم فما تطورات نجم نقوله على مستوى القضاء، هو أنه القضايا الانتخابية والمخالفات اللي من عقود اللوبيينج إلى المخالفات صارت وقت الانتخابات سيبت فيها القضاء العدلي، وفما بالقانون، معناها الأمور ستكون قانونية، فما فرضية كبيرة أن تسقط قائمة حركة النهضة، ويمكن أيضا أن تمشي الحكاية إلى خطايا في علاقة بقانون الأحزاب وأن يحل حزب حركة النهضة، وهذا الكل يمكن أن يكون في إطار القانون، جزء القضاء يرجع يخدم خدمته والقانون يطبق. شوف، ثم برشا قضايا هامة سياسية في خلفية سياسية ومضمونة سياسي الحقيقة طولت برشا بشكل لا يطاق، وقت اللي هو القضاء هو الفيصل. يعني أنا كسياسي أو كمواطن أو كفاعل اقتصادي يبدأ عندي شك في وجود مخالفة للقانون، جريمة، ونتقدم للقضاء باش يفصل، باش يقول لي راه انطباعي صحيح ولا انطباعي غلط. القضايا ذي رقدت ياسر، قضية المنيهلة اللي قيل فيها ما قيل قاعدة رقد، علاش رقد لتو؟ قضية المنيهلة اللي فيها قضية المنيهلة اللي تم فيها تصفية إرهابيين وقيل فيها كلام كثير، ما تروحها.
قضية هذه اللي سميتيها مسألة الجرائم الانتخابية. أي ما فهمتش الإجابة. هو اليوم على ما يبقى قضية شكري بالعيد، قضية شكري بالعيد والبرامي علاش ما تحسمتش وتبتت التور. لكن المشكل في القضاء هو أنه ثابت من خلال تقارير تفقدية متاع القضاء، هو أنه مثلا ما كان يقال حول سيطرة نور الدين البحيري على القضاء أصبح ثابتا من خلال قرار التفقدية في علاقة بشير العكرمي. يعني نعطيك في حاجة كونكريت، دونك من أسباب تعطيل القضاء اللي تقال في العشرية الماضية هو أنه النهضة كانت مسيطرة على القضاء. ما نمنش بهذه الأحكام المطلقة، ما أنا بالتأكيد حتى لو ثم فلان عنده سيطرة على جزء من القضاء ثم جزء آخر من القضاء، بالتأكيد ما نجمش إنسان يسيطر على حاجة 100%. ولذلك وخاصة بأن ابتعد في الزمن، يعني ترويكا في عام 12 و13، ولذلك هذا معضلة. نحن يلزمنا نعمله قوانين ويلزمنا نعمله إجراءات اللي القضايا اللي تمس بالمناخ العام بالسياسة بالأمن القومي يقع البت بها في أجال معقولة ودون ضغوطات. تتذكروا ثم ناس مارست ضغوطات في قضية شكري والبرامي الله يرحمه، ثم ناس مارست ضغوطات في قضايا أخرى. يلزم نخليه القضاء يخدم بدون ضغوطات سياسية. هذا المبدأ. الآن ضغوطات سياسية على القضاء. الآن السياق اللي فيه البلاد مركزة السلطات عند شخص واحد تمثل ضغوطات على كل شيء، على الإعلام، على القضاء، على كل الأجهزة معناها التحكيمية في البلاد. هذاك علاش احنا نقولوا لا يمكن للانقلاب أن يأتي منه خير. باهي سلمكي ما جاوبتنيش، هل تتوقعون سقوط قائمات لحركة النهضة في الفترة المقبلة؟ أنا نعطيك إجابة مبدئية، ليس لدي أي مشكل مع تفعيل القانون بنزاهة وبعدالة. يكون عند هذا يكون عند الآخر، لا أتمنى أشياء سلبية، ولكن لابد من تطبيق القانون وإن كان مرا، لكن بشرط النزاهة والعدالة. في تصريحات أخيرة تنبأت لحكومة نجلة بودن أنها لن تنجح، وبرشا قالوا عليش يا أخي عبد اللطيف المكي معناها أنت عندك علم الغيب، لماذا ستكون ضعيفة، لماذا لا تنجح هذه الحكومة واللي هي تنجم تكون حكومة منتظرة، حكومة فتح ملفات جستمون، تنجم القضاء يولي بالحق مستقل، ملفات الفساد الحقيقية يمكن أن تفتح، علاش تتنبأ لها بالفشل نجلة بودن؟ أنت قلت بهذا التنبأ لأن الحكومة هي قيادة البلاد، وقيادة البلاد لازم تكون متكونة من ناس تفكيرهم مستقل وإرادتهم مستقلة. صحيح عندهم برنامج مشترك، ولكن في كي يجتمع مجلس الوزراء وكي تقرر رئيس الحكومة وكيف تفكر تفكير مستقل وفق المعطيات وفق كذا. لكن رئيس الجمهورية يريد حكومة يتحكم فيها هو، أنا يريد حكومة يسيرها هو، يريد حكومة تنفذ التعليمات، وهذه لن تنجح. على خاطر هي تعيينها جاء في إطار الإجراءات الاستثنائية ومرسوم 117 اللي هو رئيس الجمهورية قال رئيس الجمهورية يعين رئيس حكومة والوزراء. مازلنا ما نعرفوش هي رئيس حكومة رئيس وزراء، هي تو مكلفة بتشكيل الحكومة. لا ندري كما كان السيد الباهي لدغم قبل كاتب الدولة لدى الرئاسة. لا ندري، لكن واضح ستيل متاع التعيين هو ناس باش تنفذ التعليمات. انت انظر توا من وقتاش تم تعيينها السيدة بودن، توا 10 ايام ولا قداش، في العصر رئيس الجمهورية باش يختار الوزراء مش يناقشوا حتى واحد، ينجم يعينهم في 24 ساعة، البلاد معروف وكفاءاتها معروف. لكن ثم أشياء واعتبارات تدخل اللي تخلي العملية تتأخر وتخلي الفريق هذا أنا مش نتمنى له أنا، لكن أقدر كما الأستاذ راشد الغنوشي قال نحب مكتب تنفيذي منسجم معايا، يعني أنا دوري ننسجم مع القائد، ما نفكرش كقيادي عضو المكتب التنفيذي ما نفكرش تفكير مستقل. فهمت كيفاش؟ وهنا شفنا وين وصلت النتيجة. كثير من الأخطاء كان يمكن الحركة أن تتجنبها لو أن المكتب التنفيذي كانت عنده كلمته. قلت كان على الغنوشي أن يتنحى ليسمح بقيادة جديدة تتصدى للانقلاب. تعتبر أن راشد الغنوشي لم يحسن التصدي للانقلاب؟ ولا يستطيع، لأنه هو جزء منه. ثم انكسار في الطبقة السياسية التونسية من بين الانقسام اللي موجود حول القيادة الحالية لي حركة النهضة. ولذلك كان في تقديري كان يجب استخلاص الدرس، خاصة أن المدة القانونية للأستاذ راشد الغنوشي انتهت من ماي 2020. جاء هذا الحدث، أنت قدت البلاد إلى هذا المصير أو ساهمت في قيادة البلاد والحركة إلى هذا المصير، أبسط واجب هو أنك تتحمل المسؤولية وتتنحى وتخلي النهضة تنتج قيادة جديدة، وهذه عملية سياسية وأخلاقية.
ولم يسمح بهذا. يعني عبد اللطيف المكي يقال أنه 25 جويلية هو تاريخ انتهاء حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي. أنتم تقولوا لي هي نهاية القيادة القديمة ولكن حركة النهضة ستبقى. في الأثناء فما استقالة جماعية كبيرة تحمل في بذورها فكرة العمل الجماعي كما قلت أنت. هل هناك وجهة سياسية لعبد اللطيف المكي والجماعة المستقلة من النهضة؟ شوف حركة النهضة لا يمكن أن تنتهي إلا من داخلها بمشاكلها. بن علي سلط كل الجحيم على حركة النهضة ولم تنتهي، بالتالي لا يمكن لكيانات تحمل فكرة أن تنتهي بعناصر خارجية، لكن يمكن أن تنتهي بسياساتها الخاطئة الداخلية وتضر بتلك الفكرة اللي هي الغصن الذي تقف عليه. من ضرب فكرته فقد ضرب الغصن الذي يقف عليه ويجلس عليه. طبعا البلاد ما زالت في حاجة إلى خدمة كل أبنائها، وأنا نعتبر الالتزام تجاه البلاد هو التزام مدى العمر، لكن يجب أن تنتقل من موقع إلى موقع، مش كما الموقع اللي تنجم تعطي منه وانت ما زلت تحت الستين تحت الخمس وستين، كما الموقع اللي تنجم تعطي منه وانت في الثمانين في الخمس وثمانين، مش كما الموقع اللي تعطي منه وانت وانت عشرين. أنت عبلتي في المكي أنت والناس اللي استقالوا، أنه ما زال عندنا دور حزب جديد كبالك ما يقال حول موضوع حزب السعادة، وأنه صافي سعيد وعبد اللطيف المكي قاعدين يعملوا على إنشاء حزب جديد. هل فما صحة في الموضوع؟ أنا عندي علاقة بسعادة بالتأكيد، ما كما حزب السعادة ما عنديش علاقة بتأسيسه. أسوه ناس أخرين ربي يوفقهم وربي يعاونهم. استدعوني شبابهم مرة إلى نشاط أنا والأستاذ صافي، استجبنا، والنشاط كان حول قضية فلسطين، كانوا حاضرين فيها ضيوف من فلسطين وشاركت، ولو دعيت مرة أخرى سأشارك، لكن لا علاقة لنا بتأسيس هذا الحزب. تفكر في تجربة حزبية أخرى بعد حركة النهضة؟ Why not؟ معناها لكن هذا يعني يزم يكون نتيجة تفكير جماعي وقاعدين نفكروا مع بعضنا بصورة جماعية. لو ترك الأمر لي شخصيا، لو كنت أنا اللي باش نقرر، نعم نعم وبالتأكيد. فاصل وراجعين معك عبد اللطيف المكي مع خلود مبروك على EFM أحلى راديو. ضيفنا عبد اللطيف المكي وزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة. قلت يريد الرئيس سعيد أن يجمع كل السلطات بيده ويجعل الأولوية تغيير الدستور بينما يتجه الوضع الاقتصادي للانهيار. تلوم برشا على التجاهل أو الاستمرار في العبث في الوضع الاقتصادي. عبد اللطيف المكي، هو الوضع الاقتصادي سيء منذ قبل 25 جويلية، وتعتبر فترة 2014-2019 اللي هي خمس سنوات كاملة حكمت فيها من النهضة والنداء، كانت أفضل فترة لإجراء الإصلاحات. كانت الحكومة عندها أغلبية برلمانية تتجاوز 160، ولكن للأسف الشديد انحرف الحكم وتلها في أمور سياسوية ولم تجري أي إصلاحات، فبالتالي الوضع الاقتصادي سيء. ونقول للسادة المواطنين اللي يشوفوا في تدويناتي أو تصريحاتي، راني كيف نقول 25 جويلية باش يؤدي إلى كارثة اقتصادية، ما يعنيش أنه قبل 25 كان الوضع جيد، لكن نقول نحن سننطلق من السيء إلى الأسوأ. اليوم رئيس الجمهورية مش يحب، هو جمع كل السلطات وقلب الأولوية متاع البلاد من الاهتمام بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية إلى أولوية تنفيذ مشروعه هو الخاص. مش الخاص ده. الخاص هو عنده رؤية خاصة للنظام السياسي، ولذلك نحى الاقتصادي والاجتماعي جمده وهو الآن ماشي. طوى احنا ثم سباق لانستلاسيون تاع الاستبداد أو الإفلاس، أنه مش يخلط له لقدر الله. بيان المجلس الإدارة تاع البنك المركزي البارح هو بيان مهني، ولكن يطلق، ما نقولش صيخة فزاع فقط، يطلق معناها يعني ألم كبير، لأنه رأوا نفاذ مخزون العملة الصعبة في تونس أو الضعف نتاعه سيؤدي إلى هبوط الدينار هبوط حاد، وهبوط الدينار هبوط حاد لقدر الله سيؤدي لارتفاع جنوني في الأسعار ونمشوا للحالة اللبنانية. اليوم يعني مبادرة الحوار اللي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل كانت فيها أولوية حكومة ببرنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، ثم نتناقش في القوانين كما قانون الانتخابات والدستور. اليوم الأستاذ قيس سعيد غير الأولوية وقال الأولوية هي أن ننفذ
ورؤيتي أنا للنظام السياسي. المسألة الاقتصادية تجي ما تجيش هذا موضوع آخر. وذلك علاش أنا نقول اليوم الناس اللي تدعم في سي قيس سعيد عليه مسؤولية كبرى في هذا الخطر الدام اللي هو انهيار اقتصادي. وهذا لا يعني أنه قبل 25 جويلية الأمور كانت معناها سمنة على عسل. وقت اللي كنت أنت في حركة النهضة سعبلتي في المكي الغنوشي كان يعلم ويستشف اتجاه قيس سعيد لتفعيل الفاصل 80، هذا أنت أكدته. أيضا كان يريد أن يترشح في الانتخابات الرئاسية الفارطة، وكان طموحه السياسي هو اللي خلاه يمكن يشد صحيح في رئاسة البرلمان، يشد صحيح في رئاسة الحركة. وقتها داخل حركة النهضة الهجس ما كانش اقتصادي حتى طرف، معناه كان سياسي. كنت مشارك أنت في حكومة الياس الفخفاخ، والحكومة زادة كانت يقال أنها بعيدة على الضغوطات، فوقع إسقاطها من طرف الحزب اللي أنت كنت فيه. دونك ما كان توا قيس سعيد معناها يزمو يتلاب كل شيء، يزم يقاوم الفساد ويمنع الاقتصاد ويطبق قانون انتخابي جديد. وينكم أنتم؟ وين كنتوا؟ احنا كنا نتكلموا، وأبناء الحركة اللي عندهم الملف الاقتصادي كانوا يتكلموا، ولكن الحكومة ما كانتش تستوعب وما كانتش تستجيب، وكان تقييمنا أن هذه الحكومة ضعيفة ويجب أن تتغير. ولكن يعني على أنهي حكومة؟ حكومة المشيش. حكومة المشيش يجب أن تتغير. وآخر قرار لمجلس الشورى كان يقول نحب حكومة سياسية. صحيح أنه قيل برئاسة المشيشي، لكن أنا متأكد أنه لو صار الحوار كان حتى موضوع رئيس الحكومة طالع ما يعني موجود على الطاولة. لكن لا يجب أن ننكر أن قيادة النهضة أو الأستاذ راشد الغنوشي ما عندوش السمت الاقتصادي الاجتماعي والتنموي، هو السمت متاعه سياسي إيديولوجي، وهذا خطأ يعني في حد ذاته. والمسؤولية كانت مسؤولية مشتركة، السيد هشام المشيشي نفسه محلش شوان. حكومة الياس الفخفاخ كانت حكومة واعدة، كنا نقاوموا في الكوفيد، ولكن أشهدوا أن الجانب الاقتصادي نال العناية الكافية. أنا ما كنتش من العناصر اللي تنجم تفيد في الجانب الاقتصادي برشا، ولكن كان مجلس الوزراء يطرح فيه اهتمامات اقتصادية وكان فيه تصورات. وزير المالية أنا ذاك الأستاذ نزار يعيش كان عنده تصور كامل ويعرضوا فيه علينا ونناقشوا فيه، وعملنا برشا ملتقيات الحكومة ويكاند كامل في أماكن يعني في العاصمة باش نفكروا مع بعضنا في برنامج. لماذا وقع إسقاط؟ وقع إسقاط، وأعتقد أنه المبرر هو تضارب المصالح، ولكن كان بالإمكان أنه تكون ثم طريقة أخرى. أولا نحكي على الإسقاط السياسي، مش نعم إسقاط مش على الملف، تعطي الرجل الإمكانية السياسية لإسقاطها. خطأ. أنا من دفعش على ملف تضارب مصالح، هو بيدو سيلياس فخفاخ يقول أنا تحت ذمة القانون. كان بالإمكان اعطى فرصة أكثر باش نتثبت من طبيعة هذا الملف، وكان يمكن التنسيق بين الائتلاف الحاكم وبين رئيس الجمهورية وحتى المنظمات الوطنية في كيفية إدارة هذا الملف متاع ملف تضارب المصالح، باش على الأقل حتى كيف تطيع الحكومة يكون ثم تصور للمستقبل مشترك بين الناس. ولكن النهضة وقلب تونس سارعوا إلى إسقاط الحكومة، وأعتقد بتلك الطريقة، وأعتقد أنه خطأ. اي طريقه سبيكتاكولير في نفس الوقت. على خطر قيله سعبلتي في المكي، وانت تعرف انه الياس الفخفاخ وحكومته ما كانوش في الاستجابه اللامشروطه لطلبات النهضه وقلب تونس، مثلا تعيينات مواقف وهذوكم الكل معناه. لا، هو انا اللي نعرفه هو كان ثم اختلافات حول ملفات سياسيه، ما في باليش ثم مشكله نتاع تعيينات. كان ثم مشكله نتاع ملفات سياسية كما إدخال قلب تونس أو ما سمي بتوسيع الحزام السياسي، كما التومبيرامون نتاع سي الياس الفخفاخ يقول كلمته يرميها، أنا يقول كلمته بشكل كبير، كما التفكك. كان ثم ائتلاف حكومي لكن ما هوش ائتلاف برلماني، وبالتالي الناس اللي يخدموا بعضهم في الحكومة تلقاهم يخدموا ضد بعضهم في البرلمان. لكن كان ثم حوار حول وثيقة اسمها وثيقة التضامن حكومي برلماني، كان يخدم عليها سلياس الفخفاخ ومجموعة أخرى من الوزراء. كان ثم جهود واتصالات من أجل تسوية هذه الملفات. لو لم يقع التسرع
في إقالة الحكومة كان يمكن نلقاو بديل، كان ينجم سيدي ياسر فخفاخ يحيل صلاحياته إلى وزير آخر لتسيير الحكومة حتى يتوضح الأمر أو نلقاو طريقة، ولكن كانت كان ثم تسرع لأسباب أخرى أسقطت بموجبها حكومة ياسر. حاب نختم معك بخبر الرئاسة المصرية سعيد تحدث مع السيسي عن الاستفادة من التجربة المصرية في الأمن والاستقرار والتنمية، إلى أي مدى يقلقك الخبر هذا يا عبد اللطيف المكي؟ مصر ماهيش مثال باش يقتدى به، واحنا امننا جمهوري وجيشنا جمهوري والزوز بعد على السياسة، وقضاءنا مستقل على مستوى الدستور والقانون، وان شاء الله على مستوى الواقع كذلك يصبح مستقل. وانا نسمع فما شخصية مصرية في تونس رسمية موجودة في تونس مقيمة إقامة دائمة في تونس تفتخر في جلساتها، هذا سمعت الخبر، بأنهم يتحكمون في الوضع في تونس أو يتدخلون في الوضع في تونس. لابد من سلطاتنا الأمنية والعسكرية والقضائية أن تنتبه. شخصية رسمية دبلوماسية ولا شخصية دبلوماسية؟ نعم. لا، لأنه دبلوماسي يمثل بلاده، وشخصية أخرى رسمية تنجم تكون أي حاجة أخرى لا تمثل الموقف الرسمي. دبلوماسية، وبالتالي أدعو الأجهزة التونسية أن تدافع على السيادة التونسية، وأن تونس عندها شخصيتها وعندها إرثها وعندها تراثها بما يجعلها تقتدي بمن هو أفضل منها وليس بمن هو أسوأ منها. شكرا لك عبد اللطيف المكي، يعطيك صحة، القيادي المستقيل من النهضة والوزير السابق. شكرا لكم الكل، تابعتونا. زينوبة توت سويت في مع الناس، باي باي.